طيب welcome for you all my students grade 4 today we're gonna talk about Connect Plus but first we will start with a video about MS Academy. Let's start. MS Academy اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل. وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية، على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبنائنا طلاب الحضور في مصر. الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبنائنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعا. النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل، شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء. وحريصين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. طيب first are you hearing me clear؟ سامعيني بوضوح؟ Are you hearing me clear؟ الصوت واضح؟ تمام. طيب today we're gonna talk about a very important grammar lesson. We're gonna talk about present simple tense. هنتكلم عن ال present simple. تمام؟ طيب كله شايف الشاشة كده؟ الشاشة واضحة للجميع؟ yes 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 تمام. طيب ايه هو ال present simple؟ ايه هو زمن ال present simple؟ وامتى بستخدمه؟ طيب ال present simple او زمن المضارع البسيط بستخدمه we use it when we talk about habits. لما بنتكلم عن العادات habits حاجة أنا متعود أعملها something we do it periodically something we do it periodically حاجة بنعملها يعني بشكل مستمر أو يعني بشكل منتظم أو لما أتكلم على facts لما أتكلم على الحقائق لما أتكلم على الحقائق أو أجيب informations يعني أدي شوية معلومات عني عن حياتي عن عملي كل دي حالات بستخدم فيها زمن الـ present simple أو زمن المضارع البسيط. طيب خلينا نأول نبدأ نقول إيه شكل الجملة في زمن الـ present simple. طبعا أنتوا عارفين إن إحنا الجملة عندنا شباب خليكم معايا بقى عشان هبدأ أكتب
كله يركز. الجملة عندنا بتبقى ليها 3 أشكال، الـ affirmative form أو الجملة الخبرية، والـ negative form أو الجملة المنفية، والـ question form أو جملة السؤال، جملة أو جملة استفهامية. استفهامية، معلش بقى العربي بتاعي مش أحسن حاجة. يبقى قلنا 3 أنواع من الجمل، الـ affirmative form والـ negative form والـ question form. طيب تمام كده، دي معلومة بس يعني خليها في دماغكم حاليا علشان هتنفعنا واحنا شغالين دلوقتي. الأول هنتكلم عن الـ affirmative form أو الجملة الخبرية. احنا عندنا قلنا يا شباب الـ pronouns أو الـ subject pronoun عندي اللي هي ضمائر الفاعل الـ he والـ she والـ it دول مع بعض، وعندي الـ I والـ we والـ you والـ they دول مع بعض، دايما 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 دول مع بعض، ودايما دايما دايما دول مع بعض. في الجملة المثبتة أو الجملة الخبرية أو الجملة العادية، سموها زي ما تسموها، الـ he والـ she والـ it بياخدوا الـ verb plus s أو es أو ies على حسب نهاية الـ verb. الـ verb يعني الفعل. أما الـ I والـ we والـ you والـ they بياخدوا الـ verb plus الـ infinitive، بياخدوا الفعل في المصدر. يبقى تاني عايزين بقى يا شباب الحتة اللي نعدي عليها ما ننساهاش، الـ he والـ she والـ it بياخدوا الـ verb plus s es i es على حسب نهاية الـ verb. خدوا بالكم امتى الـ verb بياخد es، اهو اهو امتى بياخد es، لو بينتهي بنهاية من دول s h c h s s o x، زي go يبقى goes، wash washes، وهكذا. ده مثلا مضاف له es. تمام، do مثلا يبقى does، وهكذا. طيب امتى بياخد i es؟ لو بينتهي الـ verb by، بس خد بالك الـ y قبلها consonant مش vowel، قبلها حرف ساكن مش حرف متحرك، لأن الواي لو قبلها حرف متحرك ما ينفعش أشيلها. تمام؟ يبقى لو الواي قبلها حرف متحرك ما ينفعش أشيلها، إمتى أشيلها وأحط أي إي إس؟ لو قبلها كونسوننت أو حرف ساكن. أما زي بلاي كده، بصوا الواي قبلها إيه؟ حرف متحرك، ما قدرتش أشيل الواي أبدًا، فتفضل بلايز أضف لها إس بس. تمام كده يا شباب، دي اسمها الجملة المثبتة. يبقى تاني الجملة المثبتة اللي هي الـ he والـ she والـ it، التلاتة دول بياخدوا الـ verb plus s e s i e s، أما مع الـ i والـ we والـ you والـ they بناخد الـ verb في الـ infinitive. طيب يا مستر عايزين أمثلة على الكلام ده. ماشي، خليكم معايا يا شباب. أقول مثلا علي اسمه ولد أهو plays، بيلعب فوتبول، كرة قدم، every week مثلا كل أسبوع، علي بيلعب كورة كل أسبوع. علي ده السبجكت الفاعل، ممكن نشيل عليه ونحط ايه يا شباب؟ نحط هي مثلا، صح كده؟ تمام. بلايز ده الفيرب، ده الفيرب اهو، ده الفي الفيرب، خد ايه؟ خد اس. ليه يا مستر الفيرب هنا خد اس؟ عشان علي ده هي، وقلنا مع هي وشي وات الفيرب بياخد اس اي اس اي اي اس. امال ايه فوتبول ده؟ فوتبول ده الاوبجكت المفعول به، المفعول به علي، علي بيلعب، بيلعب ايه؟ بيلعب كورة، إذن فوتبول اوبجكت.
طيب أمال every week دي إيه بقى؟ دي كلمة دالة على الزمن، كلمة تدل على الزمن أو الكي وورد بتاعة الزمن. هو إحنا عندنا كلمات تدل على زمن المضارع البسيط؟ طبعا عندنا كلمات تدل على زمن المضارع البسيط، زي إيه؟ هنعرفهم مع بعض، لكن من أشهرهم وأهمهم كلمة every، لأن دي حاجة أنا متعود أعملها، حاجة بعملها كتير، every، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، every day، every week، every month، every year، كل سنة، every weekend، كل أجازة، every مثلا Saturday، كل يوم سبت، every Friday، كل يوم جمعة، وهكذا. طيب مثال كمان، مثال كمان، أقول مثلا they eat food every day. مثلا they، آسف، دي ذا، they هم ضمير يدل على هم، يعني معناهم يدل على الجمع. طبعا eat جت في الانفينيتيف في المصدر، الفيرب هنا جه في المصدر. ليه يا مستر جه في المصدر؟ عشان they، احنا قلنا مع اي وي ويو they الفيرب بيجي في الانفينيتيف. food مفعول به طبعا، object مفعول به، و every day كلمة دالة على الزمن، كلمة دالة على الزمن. فاهمين الجملة الأفيرماتيف أو الجملة الخبرية لغاية دلوقتي؟ اكتبوا لي كده في الكومنتس، يلا عايز أشوف آرائكم كده في الكومنتس. كرمى باسم كاتبة أيوة فاهمة، يس يس. لينا أحمد، مريم قايلة لي يس، ضحى يس، مين أي ضحى؟ نو، ليه يا ضحى؟ مش فاهمة إيه يا حبيبتي؟ ها، يس يس يس. طيب إحنا الموضوع بسيط خالص يا ضحى، الموضوع I love you I love you too يا لينا، ربنا يخليك يا قلبي. نو تمام. طيب هنعيد بسرعة قوي علشان الناس اللي مش وصل لها كلامنا. إحنا بنقول لو يا شباب، لو الفاعل عندي هي أو شي أو إت، الفعل الفيرب يا شباب، الفعل الفيرب ده بيضاف له يا إما إس يا إما إي إس يا إما أي إي إس، بس كده. لكن لو الفاعل أي أو وي أو يو أو ذي، الفيرب بيجي في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف يا مستر؟ يعني مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني في اصل شكل الفعل، المين شيب، الشكل الاصلي للفعل، بدون اضافه اي شيء او ازاله اي شيء من الشكل الاصلي للفعل. تمام، ده معنى كلمه انفينيتيف. مثال مثلا هنا بخط صغنطوط كده على الهي والشي والات، اقول مثلا مثلا اقول هي مثلا studies، بص study اخرها واي، study اخرها واي، هشيل الواي واحط ايه؟ اي اي اس، هاجي على الواي اهو، هشيل الواي دي واحط هي studies، هو بيذاكر، بيذاكر ايه؟ انجلش، سوري انجلش مثلا every day، بيذاكر انجلش كل يوم every day. تمام، هو he studies، بيذاكر انجلش مفعول به او object، every day كلمة دالة على الزمن. طيب ناخد مثال على we، we eat، او eat هي جت في الانفينيتيف، we eat مثلا food، احنا نحن ناكل الطعام برضو every day، كل يوم بناكل الطعام. we drink water every day، احنا بنشرب ميه كل يوم. تمام، دي اسمها جمله ايه يا شباب؟ اسمها جمله affirmative او جمله مثبته. يعني ايه جمله مثبته يا مستر؟ جمله عاديه، جمله خبريه، جمله بتقول معلومه، جمله بتقول معلومه، بتقول خبر، بتعرفني معلومه. يعني ايه تاني؟ يعني ولا نفي ولا استفهام، ولا نفي
ولا استفهام. طيب عايزين نشوف الكلمات الدالة على الزمن زي ما حضرتك قلت لنا. طيب الكلمات الدالة على الزمن زي every، كل، قلت لكم دي أهم كلمة، sometimes أحيانا، always دائما، usually عادة، often غالبا، never أبدا، دي كلها كلمات، وever يعني من قبل، دي كلها كلمات تدل على الزمن البريزنت سمبل. طيب عايزكم تجاوبوا معايا كده يلا في الشات. رقم واحد، وامشوا معايا واحدة واحدة. I not to music every day. I not to music every day. I تاخد listens ولا listen ولا listening to music every day؟ كاظم باسم listen، لينا أحمد listen، محمد listen، مريم listen، تمام طبعا. will I listen؟ ليه I listen؟ لأن قلنا I و we و you و they. أيوه برافو عليكم، بتاخد الانفينيتيف. طيب خلاص محدش يجاوب تاني. يلا نمبر 2، she هي تشاهد التي في at night. she watch ولا watches ولا watching؟ watch، watches، watching. برافو برافو محمد، watches، كارما watches، يوسف بيقول لي ثلاثة ثلاثة watching اي ان جي. احنا جبنا سيرة الاي ان جي في البريزنت سيمبل يا يوسف. عمر عمر احنا حد جاب سيرة الاي ان جي؟ ما قلناش اي ان جي خالص، الاي ان جي ده بتاع زمن الكونتينيوس وما خدناهوش النهارده. واتشز طبعا يا عاطف، تمام واتشز طبعا، برافو. شي واتشز تي في. ليه واتشز؟ ليه ضفنا للفيرب اي اس؟ علشان هي وشي وايت بياخدوا الفيرب بلس اس واي اس واي اي اس. رقم ثلاثة، ايت ايه هوت ان ذا سمر، الجو بيكون حار في الصيف. برافو يا محمد، كارما، ألما، دكتور أمل، أكيد ده الأكاونت بتاع ماما ممكن، أو الزوم بتاع والدتك. فريدة، تمام، مريم، جيتس طبعا، it gets hot، الجو بيكون أو يصبح حارا في الصيف. gets، تمام. اللي بعده they خلاص بقى احنا عرفنا من غير ما نكمل الجملة. they تاخد like ولا likes ولا liked. reading stories، reading stories، قراءة القصص، they like طبعا، ما شاء الله برافو عليكم، like طبعا. يلا اللي بعده، my mom my mom help ولا helps ولا help me every day. وحاولوا ما تقولوش helped 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 help، وما اقولش helps، اقول helps helps يعني خطف كده. my mom ايه بقى الاجابه؟ helps ولا help ولا helped؟ helps طبعا، لان my mom دي شي وشي تاخد اس، تمام. طيب عندي هي، يبقى where ولا wears ولا wearing؟ برافو والله ما شاء الله، wears، he wears. طيب my cat my cat my cat، قطتي climbs climbing ولا climbed؟ برافو climbs، برافو برافو برافو. طيب رقم 8، you انت wash ولا washed ولا washing the car every morning؟ انت بتغسل العربية كل يوم، برافو يا شباب، برافو 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 برافو، ايوه كده يا جو ما شاء الله عليك، wash، برافو يا شباب برافو. اعتقد ان كده المعلومة وصلت، انا عشان كده بحب احط تدريب على كل جزئية، تمام يا شباب. يلا اللي بعده اللي بعده. طيب احنا اللي مركز معايا بقى،
الجملة اللي احنا خدناها او الشكل اللي احنا خدناه من الجملة دي جملة ايه؟ فكروني كده، اكتبوا لي في الشات اسمها جملة ايه؟ جملة ايه؟ اقولها انا بالانجلش وانتوا قولوها بالعربي. طيب اسمها affirmative. لا الجملة، نوع الجملة. ايوه كرمة، ما شاء الله كرمة صاحية معايا. affirmative sentence يعني جملة خبرية. خبري مظبوط، خبري، خبري مظبوط. طيب يا شباب يلا نشوف الجملة نشوف الجملة المنفية. بصوا بقى يا شباب ركزوا معايا، مش احنا قلنا، سوري ثانية واحدة، طيب مش احنا قلنا، خلاص كله بقى يركز معايا، ها كله يركز معايا تاني. مش احنا قلنا يا شباب ان الهي والشي والات بياخدوا اس واي اس واي اي اس برضو في النفي نفس الكلام. انا عندي، هنقول تاني يا شباب الضمائر اهو، انا عندي الهي والشي والات دول لوحديهم، وعندي الاي والوي واليو والذي. خدوا بالكم عشان اسوي نفي او اعمل نفي او اعمل استفهام لازم استخدم فعل مهم قوي 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 اسمه verb to do. verb to do. طيب هشرح لكم حاجة كده بسيطة يا رب تركزوا معايا. ليه يا مستر بستخدم verb to do علشان اسوي نفي negative sentence او question او سؤال؟ ليه بستخدم verb to do؟ بمنتهى البساطة لأن جملة الأزمنة السيمبل سواء بريزنت سيمبل أو باست سيمبل، الجملة دي بيبقى فيها فيرب واحد. يعني مثلا علي بلايز فوتبول، الفيرب إيه؟ بلايز. الجملة دي فيها فعل واحد. الجملة اللي فيها فعل واحد دي جملة ضعيفة، ما تقدرش تعمل نفي لوحدها، ما تقدرش تسوي نفي لوحدها، لازم يجي فعل مساعد، لازم يجي فعل مساعد. الا طبعا لو الفيرب الواحد ده او الفعل الواحد ده فيرب تو بي يبقى موضوع تاني، احنا خدناه في فيرب تو بي، في شرح فيرب تو بي، لكن انا بتكلم في الافعال العاديه. فلازم يجي فعل مساعد اسمه فيرب تو دو. طيب فيرب تو دو ده هيجي يساعدني في اني اعمل نفي او اعمل سؤال. خلينا في النفي وانسوا السؤال دلوقتي. مع هي وشي وات بيجي فيرب تو دو، ومع اي وي ويو زي بيجي فيرب تو دو، الاثنين بيجي معاهم فيرب تو دو، بس مع الهي والشي والات بياخد اي اس زياده، فيبقى داز. ده لو هعمل سؤال، بس انا عايز اعمل نفي يا مستر يبقى احط نوت، يبقى دازنت. طب والفعل الاساسي يجي في الانفينيتيف، بيجي في المصدر، ومع اي وي ويو زي دو بيفضل زي ما هو، بس يبقى دونت عشان بعمل نفي زائد المصدر. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ تعالوا ناخد امثله بسيطه. نبدا الاول بهي وشي وات، خليكم مركزين عليه. طيب ناخد مثال، احنا قلنا هي وشي وات في النفي بياخدوا doesn't زائد المصدر. يعني مثلا عندي جملة he plays، قلنا football every day، هو بيلعب كرة قدم كل يوم. هي هتنزل زي ما هو، زي ما هي. نيجي بقى لبلايز، قبل ما ابص للفيرب لازم احط المساعد المنفي he doesn't زائد الانفينيتيف. يعني ايه زائد المصدر من بلايز ده؟ المصدر بتاعه ايه؟ بلاي، he doesn't play، وبعدين اكمل الجملة football every day. طب ليه يا مستر بلاي بعد ما كان بلايز رجع لمصدره؟ لان فيرب تو دو عندي هو اللي خد الاسات اهو، هو اللي خد الاس او الاي اس او الاي اي اس،
فالاس دي بتاعت بلايز راحت مع فيرب تو دو، اذا لازم يجي الفعل بعديها في المصدر. He doesn't play football every day. طيب مثال كمان يا مس. حاضر. نمسح كل الكلام الحلو ده، نكتب مثال تاني. منى مثلا منى eats food، تأكل الطعام ماشي برضو every day، مش هيجرى حاجة. منى علشان شي خدت eats في الجملة العادية. طيب أنا عايز أعمل جملة منفية. طب يا مستر إحنا قلنا مع هي وشي وإت بستخدم doesn't، يبقى منى doesn't. بس خد بالك بقى eats دي لازم ترجع للإنفينيتيف للمصدر، يبقى منى doesn't eat food، وأكمل الجملة خلاص every day. تمام؟ طيب نمسح الكلام ده وناخد بقى الاي والوي واليو والزي. تعالوا نشوف الاي، احنا قلنا الاي والوي واليو والزي في الجملة العادية بياخدوا الانفينيتيف، لكن في النفي بياخدوا ايه؟ بياخدوا دو don't زائد الانفينيتيف برضه. كله طالما بعد فيرب تو دو لازم يبقى في الانفينيتيف. يلا ناخد مثال. We play football every day. احنا بنلعب كورة كل يوم في الصيف مثلا. طيب عايز اسوي نفي، عايز اعمل نفي طبعا مع وي، يبقى لازم استخدم don't، يبقى وي don't، وكده كده play عندي في المصدر فهينزل زي ما هو وي don't play football every day. سهل كده يا شباب؟ اكتبوا لي في الكومنتس سهل ولا صعب. يلا يلا الكومنتس. سهل جدا. طيب it's very easy. السلام. انا مش فاهم. بص يا جو، زي ما قلنا في الجملة العادية يا جو ان هي وشي وات بياخدوا اس واي اس واي اي اس، لما اجي اعمل نفي مع هي وشي وات بستخدم doesn't، ومع اي وي ويو زي بستخدم don't، بعديهم لازم يجي الانفينيتيف. في الحل يا جو واحنا بنحل هتاخد بالك بقى من التفاصيل. ركز بقى معايا يا جو، واي حد مش فاهم لو ركز معايا هيفهم مية مية، والمواضيع هتكون بالنسبة له سهلة. طيب يلا هنبدأ نحل. ثانية واحدة. وطبعا يا شباب أنا هفتح الـ الشات جنبي علشان أشوفكم وأنتوا بتحلوا. أنا هحل أول واحدة بس. ها I like reading. I like reading. طبعا طالما عندي I هو هنا بيقول لي change into negative، أو غير الجملة دي اعملها نفي، يبقى I. طيب اي بتاخد دونت ولا دازنت؟ لا دونت طبعا، اي دونت، ولايك هي كده كده في الانفينيتيف. اي دونت لايك ريدينج، يعني انا لا احب القراءة، صح كده؟ اي دونت لايك ريدينج. تمام يا لينا. طيب انا حليت اول واحدة، يلا تاني واحدة بقى حلولي في الكومنتس او في الشات.
ما شاء الله ما شاء الله، they don't watch TV. آه شاطرة جدا يا كارما. كارما قالت إيه؟ they، هي هتنزل زي ما هي، وقلنا إن الـ I والـ we والـ you والـ they في النفي بستخدم don't، أدي don't أهي. watch كده كده في الإنفينيتيف تنزل، I don't watch، I don't watch TV. TV أنا مش بشاهد التي في. طيب عايز حد بقى غير كارما يحل رقم 3. You like running، you like running، ها you like running. حد غير كارما؟ يا كارما اصبري خلي زمايلك تحل. ماشي برافو عليك. أنا عايز بقى الشباب تحل. Don't like، برافو يا لجين. دونت ماشي، بس قول لي دونت لايك عشان اعرف انك فاهم. دونت لايك رانينج، دونت لايك رانينج، تمام. طيب تعالوا بقى الناحية التانية، الناحية التانية رقم 1. يلا مين بقى يعرف يعملها؟ يلا يا شباب. It gets hot in summer. It gets، أحلها أنا أول واحدة ولا تحلوها؟ طيب سيبوني أنا أحلها. It gets hot in summer. It طبعا بتاخد doesn't في النفي، تمام؟ يبقى it doesn't gets، لازم تبقى في الإنفينيتيف لأن إحنا خلاص خدنا الإس في doesn't، يبقى it doesn't get hot in summer. doesn't get hot in summer. You don't like running. ما خلاص عدينا بقى الكلام ده. ايه يا كندا بس؟ بصلي بصة مش فاهمها ليه كده. It doesn't get it doesn't get in summer. فين hot؟ doesn't get hot in summer. ماشي لينا احلى، تمام. طيب يا كندا اعملي بقى نمبر 2 يا كندا، يلا اعملي يلا نمبر 2. It doesn't play football. ما شاء الله مريم سبقت اهي. It doesn't play لوجين. He doesn't الما، برافو 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 برافو. ايه يا جو بتضحك ليه؟ طب حل يا جو. He doesn't play، برافو. He doesn't play football. Excellent. طبعا بصوا يا شباب، هي اهي هتنزل زي ما هي، وقلنا مع هي بستخدم don't ولا doesn't. انا في النفي يا اما don't يا اما doesn't. He و she و it doesn't، تمام. plays اللي فيها اس دي لازم ترجع للانفينيتيف، يبقى he doesn't play football. آه في ناس سبقت، كندا ومريم وناس سبقت. ماشي she doesn't study. ماشي برافو. طيب يعني هو واضح ان انتوا ايه فهمتوا الفكرة من الجزئية دي. طيب نخش في اللي بعده. السؤال بقى، السؤال هو هو النفي مش فارق حاجة، لكن خدوا بالكم من نقطة مهمة أوي. مش أنا مع الهي والشي والإت كنت بسوي نفي بدزنت، هسوي سؤال بهل بدز. يعني خدوا بالكم دو، السؤال بدو ده معناه هل. هل ثانية واحدة ثانية واحدة، عملنا غلطة كده بسيطة. مش هتتمسح طبعا. ليكوا معايا؟ طيب مش مهم. ماشي نرجع هنا، السؤال بدو او بدز عموما معناه هل. هل ودز دي معناها هل.
يعني إجابته يا يس يا نو من الآخر يعني. تمام؟ طيب، مع أي وي ويو زي بستخدم دو، وبعد كده ضمير الفاعل، وبعد كده الفيرب في الانفينيتيف. مع هي وشي وإت أو الأسامي المفردة بستخدم داز، وبعدين الفيرب في الانفينيتيف. يعني أنا هجاوب أول واحدة يا شباب. They like reading، هم يحبون القراءة. طبعا لأن they هنا عندي و they بتاخد do في السؤال، يبقى do they like reading. هل هم بيحبوا القراءة؟ Do they like reading؟ مثلا we study English، we study English، هحلها أنا برضو. we بتاخد do، يبقى do we study English. طيب مع he و she و it استخدم does، يبقى does he watch. بص، شال الـ es بتاعت watches، شال الـ es بتاعت watches عشان يرجع الفيرب للانفينيتيف. Does he watch TV at night? It drinks milk. It drinks milk. إنها بتشرب اللبن. It طبعا غير عاقل، وطالما it يبقى هستخدم does. يبقى does it. Does it. ها، drinks. Drinks ولا drink يا شباب؟ اكتبوا لي drinks ولا drink بقى، عشان أعرف أنتوا فاهمين ولا لأ. Does it drinks ولا does it drink؟ Does it drink؟ برافو، برافو يا لينا. Does it drink؟ Does it drink milk؟ هل هذه تشرب اللبن؟ طيب، عايز بقى منكم تحلولي. يلا رقم 3. She studies English. يلا. She studies English. يلا حلوا في الشات. She studies English. علشان ده تمام يا ليلى. ها، She studies English. يلا يا شباب. وات ما احنا لسه ما وصلناش لل W H يا يحيى، احنا لسه بنتكلم في السؤال بهل. doesn't study ده نفي. انا عايز اسوي سؤال، في سؤال ب doesn't ولا ب does؟ ها يا شباب. لينا طبعا بتقول does she studies English. غلط، في عندك غلطة واحدة يا لينا. Does she ايه يا لينا؟ studies. بصي بقى، لو جايني تحتيكي ردت اهي. Does she study؟ ليه study؟ عشان عندي verb to do خد الاس خلاص في does، صح كده؟ طيب بصوا كده انا هحلها ازاي. طبعا عشان عندي she يبقى هستخدم does، بعدين she تنزل. Does she study؟ لازم الانفينيتيف، ما تنسوش ان الفيرب بيرجع للانفينيتيف. Does she study English؟ Does she study English؟ طيب، طب اللي بعد، ميدو plays football. ميدو plays football. يلا يا كندا انت لسه بتكتبي. يلا، ميدو بلايز فوتبول. مين بقى يحل ديت؟ ميدو بلايز فوتبول. Who can solve it؟ Who can solve it؟ Does ميدو play؟ برافو. Does ميدو play football؟ Excellent excellent excellent. كارما ولينا وكل اللي جاوب ما شاء الله. Does ميدو play football؟ Does ميدو play؟ برافو برافو. طب يلا اللي بعدها. My mom washes the pots. My mom washes the pots. ماما
بتغسل الأطباق، الأواني يعني البوتس، الأواني. Does my mom wash the pots excellent يا كارما؟ برافو والله، برافو برافو برافو. يعني في تركة بسيطة كده، إن ماي بتتحول ليور، يعني أنا بسألك فبقول لك هل مامتك، does your mom، does your mom، بس يعني جملتك كجرامر، يعني كجرامر صح طبعا. Does my mom wash the pots؟ مش غلط، بس هي المفروض إن ماي بتتحول ليور بقى، يعني مامتك أنت، هل مامتك بتغسل الأواني؟ فهي does your mom wash the pots؟ بس يعني اتس اوكي، يعني كويس ان انتوا عملتوا الجملة كلها في الجرامر، انا يهمني بس الجرامر يكون صح. طيب الناحية التانية، عايزكم تحلوا رقم 4. Dogs like meat. Dogs like meat، مين يحلها؟ هيا يا شباب، Dogs like meat. Do dogs like meat? Excellent يا كرم الله. Excellent, excellent. مريم, do dogs like meat? لينا, does dogs? Dogs جمع، ها؟ مش it, ده they. مش does يا لينا. Do بقى، لأن دي جمع. Dogs, dogs. مسلم بيقول does dogs، لا do، لأن dogs جمع. ضحى don't like، أنا مش عايز نافي يا حبيبتي، أنا عايز سؤال. do dogs like me، like meat مش like me. ماشي، بس الجملة الجرامر صح. do dogs like صح. do dogs like me، do dogs like me، do do. تمام، طيب ناخد اللي بعده يا شباب، خلاص كفاية. طيب أدوات الاستفهام بقى، اللي يهمني إن أنتوا تبقوا عارفينه أدوات الاستفهام. where للمكان، بسأل بيها عن المكان. when للوقت. why للسبب، بسأل عن سبب شيء. هو للشخص، بسأل عن شخص. من للعاقل، هو دي من للعاقل. هاو عن الكيفية، ازاي. هاو يعني كيف. هاو أوفن بسأل بها عن تكرار المرات، كم مرة الشيء ده حصل. هوز بسأل عن ملكية الشخص، مين صاحب الشيء ده يعني. وات ما أو ماذا، سؤال بمعنى ما أو ماذا. دول أدوات الاستفهام لازم تحفظوهم زي اسمكم بمعانيهم. تمام، هنا بيقول لك أهو ماي مام، بص ماي يور بتحول لماي، وماي بتحول ليور، أي بتحول ليو، ويو بتتحول ليو. الحاجات دي لازم تبقوا عارفينها وحافظينها. لما يجي لي في جملة مثلا affirmative، جملة مثبتة، أي في السؤال لازم تحول ليو. لو جات لي وي تتحول ليو، لو جات لي يور تتحول لماي، لو جات لي ماي تتحول ليور. تمام. الجزئية دي ما فيهاش شرح، يعني دي حفظ أدوات الاستفهام. يبقى وير يعني أين، وين متى، واي لماذا، هو من، بسأل عن فاعل عاقل، فعل أو مفعول، المهم إني بسأل عن عاقل. هاو بسأل عن الكيفية. هاو أوفن عدد تكرار المرات. هوز بسأل عن ملك مين. وات ما أو ماذا لما أسأل عن شيء. طيب قولي يا كارما، مستر قولي إيه السؤال يا كارما؟ مثل العربي، زي العربي. آه يا حبيبتي تمام، يلا اللي بعده. يلا بقى نتعلم كيف نعمل سؤال. أولا
دو وداز مستمر معايا لسه اكني بعمل سؤال بهل، بس قبل ما احط دو او داز احط ال WH word او اداة السؤال ال WH. انا هحل اول واحدة واعلمكم ازاي تعملوا الباقي. I live in Cairo، انا بعيش في القاهرة. حط لي خط تحت كلمة in Cairo، إذا عايزني أسأل أين، أين أعيش، أين أعيش، أين يعني إيه؟ يعني where، where، خلاص أنت عايزني أبدأ بوير هكتبها أهو where، تمام؟ طيب الفاعل عندي أي، أي ده بياخد دو ولا داز؟ اكتبوا لي يلا بسرعة في الشات كده، where بياخد دو ولا داز؟ بس خدوا بالكم انا قلنا ان اي بتتحول لايه، اي هتتحول لايه، يعني لما تجي لي اي في جملة تتحول لايه؟ تتحول ليو. برافو برافو يا محمد. ويو بتاخد دو ولا داز؟ يو بتاخد ايه؟ تاخد دو، ده زي اي. برافو صح كده. يبقى وير دو يو ليف، اين انت تعيش؟ ليه يا مستر؟ تاني، أنا أعيش في القاهرة، لو أنت هتسألني هتقول لي أين أنا أعيش؟ ولا هتسألني تقول لي أين أنت تعيش؟ أين أنت تعيش؟ يبقى where do you live؟ أين أنت تعيش؟ where do you live؟ تمام؟ طيب، اللي بعدها، أنا برضه هحل معاكم تاني واحدة. She goes to work by car. طبعا هلاحظ جوز خدت اي اس عشان شي، هي بتروح شغلها باي كار بالعربيه، وبيحط لي خط تحت باي كار، يبقى انا اسال كيف، ازاي هي بتروح الشغل، يبقى هسال بهاو كيف. طيب شي دي بتاخد دو ولا داز؟ ها هاو بتاخد دو، سوري شي بتاخد دو ولا داز؟ طبعا شي بتاخد ايه؟ بتاخد does. يبقى how does she. يبقى خدوا بالكم ادي ال WH word ده اول حاجه اتكتبت، وبعدين verb to do اتكتب سواء do او does، وبعدين الفاعل. لازم ترتيب السؤال ده تبقوا حافظينه، لو حطيت شي بدل does وdoes بدل شي يبقى انا كده مش هكون عملت سؤال صح. تمام؟ طيب how does she، how does she، عندي جوز بقى، جوز دي هتبقى ايه؟ هتبقى جو. طب ليه يا مستر حولت جوز لجو؟ علشان لازم تيجي في الانفينيتيف. يبقى how does she go to work، how does she go to work، هي ازاي بتروح العمل، how does she go to work. تمام؟ طيب يلا اللي بعد. They study English at night. برافو يا كارما، ما شاء الله عليكي. بس انت نسيتي حاجة يا كارما، انت بتقولي when they study. when ايه؟ احنا قلنا ترتيب الجملة بعد ال WH لازم احط ايه يا كارما؟ انت بدأتي بال WH وده صح يا كارما، اللي هي when اهو. بعد ال WH احط ايه؟ when are. حرام عليك يا كارما، ما فيش هنا فيرب تو بي يا كارما، المساعد هنا فيرب تو دو، يا دو يا داز. ها وين دو لجين بتقول وين دو، صح وين دو. ليه وين دو؟ عشان زي بتاخد دو، صح؟ يبقى وين دو زي ستادي انجلش. برافو يا ولاد. هما بيذاكروا انجلش امتى؟ طيب برافو. الساعة كام؟ اللي بيسألني انا بيسألني الساعة كام؟ شوف الساعة عندك. طيب he always walk to school. he always هو دايما بيمشي للمدرسة. بيسأل بهاو اوفن يعني كم مرة بيمشي للمدرسة. طبعا احنا عدينا ظروف التكرار علشان وقت الحصة بس، لكن برضه هنعملها بنفس الطريقة. هاو اوفن هتتكتب زي ما هي هاو اوفن.
بصي كارما غلطت نفس الغلطة اللي غلطتها من شوية. هاو اوفن هي، هاو اوفن هي كارما ولا هاو اوفن ايه؟ هاو اوفن، قولي قولي بصي له جاي، هاو اوفن ايه؟ هاو اوفن داز. اه وجاي بترد عليكي على طول يا كارما. هاو اوفن داز هي، اوعي يا كارما تنسي فيرب تو دو. How often does he walk، أو تقول walks بقى، to school. How often does he walk، ما أقولش walks بقى لأن does خدت الإسات خلاص. طيب أنا آسفة يا مستر. لا يا حبيبتي ما تأسفيش، أنت شاطرة ما شاء الله عليك. بالعكس أنا عايز أقول حاجة يا أولاد، الولد أو البنوتة اللي بيحاول ويكتب ويغلط غلطات بسيطة ونصححها سوا، بالنسبة لي أنا كمستر أفضل من الولد أو البنوتة اللي بيخاف يحل. وبعدين أخطاء كارما أخطاء بسيطة خالص، هي بتنسى بس فيرب تو دو، لكن جملتها كلها صح. فعادي يا كارما ناخد بالنا. بص يا كارما، أول حاجة في السؤال أحط ال WH word، وبعدين أحط فيرب تو دو، وبعدين أحط الفاعل، وبعدين احط الفعل الاساسي في المصدر. دول اربع حاجات ترتيبهم ما بيختلفش، دول اربع حاجات ترتيبهم ما بيختلفش الا في السؤال بهو بس، الا في السؤال بهو. لو بسال عن الفاعل يعني، لو بسال عن المفعول يبقى هو هو، ما تلخبطوش نفسكم. خلينا ماشيين. I go to school to learn. I go to school to learn. انا بروح المدرسة لأتعلم. واي، لماذا أذهب إلى المدرسة؟ يلا ترتيب الجملة في السؤال. واي دو يو، ما شاء الله يا لوجين. وكارما، واي دو يو جو تو، اكسلنت يا كارما، اكسلنت يا لوجين. طيب اشرح بقى لزمايلنا، كارما ولوجين عملوا ايه ومسلم عمل ايه؟ قالوا انت عايز تبدأ بواي، لماذا؟ اهي. وبعدين اي دي بتتحول لايه؟ ليو. طب ويو بتاخد دو ولا داز؟ تاخد دو، يبقى سوري بقى الدو هتبقى سمول طبعا. واي دو يو جو تو سكول، لماذا تذهب انت الى المدرسه؟ واي دو يو جو تو سكول. تمام يا شباب. طيب انا عايز بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، فهمتوا ما فهمتوش؟ السيشن كانت صعبه، السيشن كانت كويسه؟ انا عارف ان الجرامر بيبقى يعني تقيل شويه، بس بصراحه كده انا بحب واحنا بنعمل وورمنج اب كده في الصيف ان احنا ناخد شويه جرامر عشان نفتكر القواعد، لان القواعد مهمه قوي وهي اللي بيها تعمل يعني تعمل باراجرافز، تكتب باراجرافز وتعرف تعبر وتكتب جمل. حضرتك شرحك جميل يا مستر، شكرا يا حبايبي، سهلة قوي. I love you teacher, I love you too كارما. لينا أحمد it's very very easy, thank you لينا. طيب مرة تانية I am very happy to meet you today and thank you, see you soon and bye bye, bye bye.